مباراة غديورة يعود، هل دوره اليوم لكي يغطي على المدافعي المحور كل من مدافعين يقدر يعطيك الإضافة، خاصة نعرف معروف بمساعدته الهجوم، يعني عنده النزعة الهجومية لطايدر، يعني راح يكون كلاعب أساسي كلاعب ثابت أمام الدفاع ويعطي الحرية أكثر لطايدر لمساندة الهجوم، ولهذا على ما أظن راح يكون فيه بعض التوازن خاصة بهذو اللاعبين في الارتكاز. نعم، ونتمنى أيضا انسجام بين مجاني وكادامورو اللذان لم يلعبان مع بعض كثيرا. كابتن عادل، إذا اليوم حتى بودابوز يبدو أن هذا يحسب للمدرب ايضا ميلوفان رايفاتس انه اشركه اساسي، الجميع كان من اجل ابراهيمي او فغولي، لكن المدرب هنا يبدو انه اعلن على الواني بانه هو الذي يقرر في المنتخب. صحيح، المدرب بدون شخصيه، اظن المدرب بدون شخصيه يعني ما يتسماش مدرب، يعني هذا المدرب يعني برهن على الشخصيه تاعو، شفناه في المباراه اللي فاتت والقرارات اللي خداهم في المباراه اللي فاتت، نقول باللي قرار صحيح، ونظن باللي يعني من ناحيه تكتيكيه يعني نشوفوا باللي المدرب هذا يعني بدايه بهذا اللاعبين في وسط الميدان قول قرار صحيح ايضا. نظن باللي المدرب راه يعرف واش يدير في هذا يعني بهذه التشكيله، ونظن المستقبل راح يكون مستقبل يعني جيد مع المنتخب الوطني. المنتخب مطالب بالتسجيل مبكرا ان لا يتسرع؟ لا، مطالب بالتسجيل مبكرا، ولكن هذا مطالب بالتركيز، حتى ولو ما سجلناش في البدايه ولا في الشوط الاول لازم نبقاو دائما منضبطين تكتيكيا، لان مع الوقت راح نفوزوا، الاهم الفوز في هذه المباراه. تركيز اكثر، لازم ما يكونش فيه يعني تسرع، ما يكون نلعب بطريقه اللي متعودين نلعبوا منها، وكانه نلعب امام فريق كل المنتخبات اللي جات في هذا الملعب في تشاكر، لعبنا بنفس الطريقه، نبقى على نفس الطريقه، نفس التركيز، نفس العقليه، وخاصه اليوم روح المجموعه، اليوم لازم تكون مساندة ما بين اللاعبين، روح المجموعة مهمة اليوم، وخاصة نتمنى نسجل في البداية، ولكن مباراة مثل هذه إن شاء الله يكون فيها فوز اليوم إن شاء الله. شكرا لكابتنا، سنذهب مباشرة إلى ملعب مصطفى تشاكر في البوليدة، زميل حفيظ الراجي. الجزائر الكاميرون. شكرا جزيلا لك زميل الأخضر البريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى رحله الالف ميل نحو روسيا 2018، والتي ستبدا الليله بالخطوه الاولى في ملعب مصطفى تشاكر امام اسود الكامرون. رحله من دون شك ستكون شاقه ومرهقه ومتعبه للابدان وللاعصاب من دون شك، نتمنى ان تكون بدايتها موفقه الليله، رغم غياب عيسى مندي بسبب الاصابه ونبيل بن طالب المعاقب، ورغم وجود كذلك سفيان فغولي وكذلك ياسين ابراهيمي على كرسي الاحتياط لانهما ليس في افضل احوالهما، وهذا خيار المدرب. اول اختبار صعب منذ كان 2015 بالنسبه للمنتخب الجزائري عندما واجهنا اقوياء القاره السمراء، اول مواجهه في تصفيات كاس العالم بين الجزائر والكامرون، المنتخبان لم يسبقا وان التقيا من قبل، واول مواجهه لهذا الجيل واول خرجه لهذا الجيل الجديد في مواجهه الكامرون. الجزائريون بالابيض بقياده اسلام سليماني راس الحرب، اليوم على يمينه سيكون رياض محرز، وعلى يساره سيكون هلال العربي السوداني، قبلهما بودبوز، في الوسط طايدر وغديوره، وعلى مستوى خط الدفاع رئيس وهاب الموف بيلحي، مادي زفان، فوزي غلام، كارل مجاني، وكذلك ياسين كادامور مدافع نادي سيرفيت. ضربه الانطلاقه اعطيت من قبل حكم المباراه من جنوب افريقيا دانيال بنت الذي سبق له ان ادار